أسطورة في الحقيقة. أتكلم على البرج، هذا البرج له قصة كلش رائعة. يعني كان أكو سلطان عنده بنية كلش يحبها، فد يوم حلم إنه بنته عضتها حية. تعال الحلم، فش قال؟ قال راح ابني لها شيء بالبحر بحيث يعني اي حياية ما تجيها، اي شيء ما يعرفها، فبنى لها هذا. ونكمل، تعالوا. اجى يوم عيد ميلادها، كان عمرها 18. صار يوم عيد ميلادها فاجتها هدية، سلة بيها فواكه، بداخل الفواكه حية اتغدها وماتت. ابوها حزن فلذلك سموها برج الفتاة. يتكون من 6 طوابق،